السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في القناة. محسن الغزالي من القناة يحييكم ويشكركم على الدعم المستمر للقناة. اليوم كنتواجد بمدينة الرباط أمام محطة القمرة، جيت نصور لكم هذا المشروع ديال الملعب الهوكي اللي تبنى جديد أمام محطة القمرة. محطة القمرة هي اللي تتبان لكم دابا لهذه الجهة، نزوم عليها. هي هذه محطة القمرة، على اليمين ديالها، على اليمين ديالها كاين الملعب ديال الهوكي اللي تبنى جديد. انتم تشوفوا معنا هذا الحديد، هذا هو تما كاين فيه كاين المشروع. فين باقي كنصور لكم هنايا دابا، حنا غادي نكتشفوا الجميع ان شاء الله، خليكم معنا. حنا دابا كنصور لكم دابا انايا من شارع الحسن الثاني. هذا الشارع الحسن الثاني، الشارع الوطنية، كتعتبر الشارع الوطنية. انتم كتشوفوا معنا الاخوان، تابعوا معنا الفيديو ونكتشفوا هذا المكان جميع ان شاء الله لحظه بلحظه. انتم الاخوان شوفوا المناطق الخضراء، تبارك الله، الملعب ضاير به المناطق الخضراء. انتم تشوفوا هذا، تنزوم لكم دابا، نحاول نصور لكم من زاويه بعيده باش تشوفوا بالضبط المشروع فين جا الموقع، لان الموقع جد ضروري. هنا باقي غنتواجدو في شارع الحسن الثاني. الطريق هذه ديال شارع الحسن الثاني، الا مشيتي معها تخرج في وسط المدينه ديال الرباط. الا مشيتي هنا واحد 300 متر تقريبا تتلقى محطه الرباط اكدال ديال القطار، على اليمين ديالك على الشارع الحسن الثاني. احنا الاخوان تنكتشفوا دابا المكان، شوفوا المناطق الخضراء، تبارك الله، مدينه الرباط اصبحت تقريبا تهتم كثيرا بالمناطق الخضراء في جميع الاماكن. كنشوفوا مناطق خضراء تبارك الله عليهم، زعما ما عندي ما نسالهم الاهتمام الكبير. انتوما كتشوفوا معنا وخليكم معنا، هذا هو الملعب دابا اللي كيبان لكم هنايا. نمشيو نكتشفوا الجميع، نصور لكم جميع الزوايا باش تكتشفوا معنا هذا المكان بالضبط. هذا الشارع هذا اللي كيبان من هنايا، هذاك هو شارع الانوار. انتوما الاخوان كتشوفوا معنا، حنا دابا دخلنا للموقع كنصور لكم. هذا الشارع هذا كما قلت لكم اللي كيبان هنا، راه هو شارع الانوار، هو هذاك. القمر كتبان لكم من هنا. احنا دابا وسط الموقع كنصور لكم هذا المشروع هذا. انتوما كتشوفوا معنا دابا من وسط الموقع كنصور لكم هذا الملعب هذا ديال الهوكي اللي جديد. ودابا صحات الرباط تتوفر على عدة ملاعب، سواء كرة القدم سواء السلة، عدة ملاعب أخرى. هانتوما دابا كاين هنا ملعب ديال الهوكي، وكاين على فضاء القمرة على بعد واحد 20 متر تقريبا كاين ملاعب. هذا ديجا صورتهم ليكم، اللي ما كانش شاف هذا الموقع ديال فضاء القمرة، هذا كنت صورت فيه واحد الملاعب اللي صايبوا فيه تبارك الله، زوينين زوينين بزاف، سواء ملاعب كرة القدم أو كرة السلة. اللي ما عجبوش الهوكي يمشي كرة السلة، اللي ما عجبوش السلة يمشي كرة القدم. المهم عطا الله فين الشباب، فين يتلهى الوقت ديالو اللي ما عنده ما يدار. انتوما كتشوفوا معنا الاخوان، تنصور لكم دابا داكشي، الصراحة زويون 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 بزاف الصراحة، وملاعب قريبة من بعضها ما بعيداش بزاف. انتوما كتشوفوا معنا الناس اللي مهتمة بالهوكي فين تدوز الوقت ديالها دابا. انتوما كتشوفوا معنا دابا كنصور لكم من زاوية اخرى. ودايرين هنا حتى الكراسي الاسمنتية، انتوما شفتوا معنا كراسي اسمنتية باش الناس فين ترتاح، فين تجلس وترتاح، وفي نفس الوقت تفرج المباراة. وفي الاخير كنطالبكم باش ديروا تخليو لنا جيم وشي تعليق زوين، اي ملاحظه عندكم خليوها لنا في التعليق، لان هي اللي كنستافدوا من التعاليق ديالكم. ولا كنتي اول مره كتشاهد الفيديو، ما تنساش دير لنا اشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله.